هذا الفيديو الثالث في مجموعة الروت لوكس ميثود. راح نطلع اليوم، امبارح طلعنا على السكند اوردر ثيرد اوردر سيستم، اليوم راح نطلع بس على سكند اوردر وفيرست اوردر سيستمز، بس نشوف التصرف تبعهم كيف بيتحركوا على الروت لوكس. راح ناخذ اليوم سيستم بسيط جدا. راح اخذ اول شيء فيرست اوردر سيستم في سنجل بول ماينس 1 راديانس بير سكند، موجود هون واضح طبعا. احنا عارفين من مسبقا انه هذا راح يتحرك البول بهذا الاتجاه لحد ما يوصل الماينس انفينيتي. خلينا نتاكد منه ونعمله في الماتلاب. راح نعمل نيوميريتر بيساوي 1 ودينومينيتر بيساوي كان عندي 1 1 مش هيك. بعدين بنعمل روت لوكس بيساوي معنا. اذا بنطلع هون واضح انه هاي عندي هاي الاوريجن، هاي الاوبن لوب بول اللي كان هون عند ناقص 1، وتحرك طبعا هذا الاوبن لوب بول لحد ما وصل ماينس انفينيتي. فطبعا الرايز تايم تبعه راح يتحسن وهكذا. مثال بسيط جدا، لو اخذنا الان سكند اوردر سيستم، اخذنا هذا السكند اوردر سيستم، هلا هذا السكند اوردر سيستم في انتجريتر اللي هي الاس، ممثل بالاس اللي موجود هون، وبعدين عندي اس بلس 2. هذول لما نبسطهم راح تصير عندي اس سكوير زائد 2s. وما لازم ننسى عشان لما ادخل النيومريتر والدينومينيتر عشان ما اتلخبط، احط الزيرو هون اللي هي معامل اس تو ذا زيرو اللي هي 1، عشان لما ادخل الدينومينيتر يكون 1 2 0، والا اذا نسيت الزيرو هذا راح يفكر انه فيرست اوردر سيستم. البولز الاثنين هي موجودين هون، موجود 1 بالزيرو بالاوريجن، 1 موجود بناقص 2 راديانس بير سكند. لو دخلنا هذا السيستم عندي نيوميريتر كمان بيساوي 1 ودينومينيتر بيساوي 1 2 0. نعمل بلوتنج للروت لوكس numerator. إذا نطلع هون طبعا زي ما توقعنا هي عندي أحد البولز بدأ من هون اللي هو كان الأوبن لوب بول في الأوريجن، الأوبن لوب بول الثاني كان في الماينس 2 راديانس بير سكند. البولز الاثنين يتحركوا باتجاه بعض كل ما زدنا كي، طبعا زي ما حكينا سابقا قيمة كي زيرو بس عند النقطة هاي وعند النقطة هاي، عند أي نقطة ثانية صار السيستم كلوز لوب وبطلوا هدول اوبن لوب بولز، صاروا كلوز لوب بولز هون، وقيمه كي بدات تزيد عن زيرو هون، وصل السيستم طبعا هون كريتيكلي دامبت عند النقطه هاي. وهاي النقطه مهمه بنسميها ديبارتشر بريك اواي بوينت. البريك اواي بوينت او الديبارتشر بوينت هي البوينت اللي الروت لوكس بترك فيها الريل اكسس، وهي مهمه بعدين لما ندرس القواعد لرسم الروت لوكس. فهون لاحظوا عند النقطه هاي اللي هي في الحاله هاي بين الصفر والناقص 2 اللي هي ناقص 1، مش دائما شرط انها تكون سيمتريكال، بس بالحاله هاي سيمتريكال جاي بالنص بينهم بالضبط. وطبعا هلا كل ما زدت كي عمال السيستم بصير اندر دامت اكثر، عم زيت عمالها بتقل وبيت عمالها بتزيد. لاحظوا لو هلا انا بدي اصمم على تصميم معين، لو بدي قيمه معينه لزيتا بطلع بيتا اللي هي ارك كوساين زيتا، بجيب المنقلة وبرسم خط من هون بزاوية مساوية لبيتا لحد ما تتقاطع عند النقطة هاي مع هاد، وهاي بتعطيني النقطة المناسبة. يعني مثلا خلينا نرسم الجريد، لو جينا اطلعنا هون راح نلاقي مثلا انه عند النقطة هاي هذا الخط بمثل زيتا بتساوي 0.76، وممكنكم تعرفوا 0.76 قديش بتمثل نسبة overshoot من القانون تبع الovershoot MP%. فمثلا لو هذا هو كمية الovershoot المناسبة لي وما بدي أزيد عنه، بقدر أجي وبحسب الزاوية هاي اللي موجودة هون، هاي الزاوية اللي هون، الزاوية اللي كوساينها 0.76، برسم الزاوية هاي بالمنقلة وبطلعها من الأوريجن، بطلع هذا الخط من الأوريجن لحد ما يتقاطع مع النقطة هذه هون. طبعا أنا كان ممكن أشتغل بالجزء المنتصف السفلي من هذا، ما بأثر نفس الشيء، لأنه هذا أي إشي بيصير هون هو نفسه
عماله بيصير هون. فعند النقطة هاي مثلا لو جيت كبست مش عم بعمل امبيك بس معي تقريبا هون مثلا واحد 1.5 1 احنا بدنا اياها الصحيح كنا هون. خليني ارجع اشوف مرة ثانية. المشكلة مش عم بعطيني هي مثلا اعطاني تقريبا 1.65، فقيمة كي اللي بتوصلني لهذا الدامبينج ريشيو وبتعطيني الاوفر شوت المطلوب في هاي الحالة الجين راح يكون 1.65. فهاي هي طريقة التصميم. طبعا احنا بعدين راح نشوف كيف جرافيكلي راح نقدر احنا نرسم هذا نعمله، فراح نجيب ورق مليمترات راح نرسم الخطوط هذه اللي موجودة هون، وبعدين راح نرفع بالمنقلة خط من هون بالزاوية المطلوبة اللي هي بيتا، نشوف وين بتتقاطع مع هذا الخط ومنها نحدد قيمة كي المطلوبة بحيث انها تحقق الترانزينت ريسبونس كاركترستكس المطلوبة من هذا السيستم.